السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر تاني إعدادي الوحدة الأولى درس الخامس والسادس من صفحة 49 لصفحة 68. انتظرونا. صفحة 49. 1. I can't go، لا يمكنني الذهاب. وبعدين نقط. My leg hurts، يعني ساقي تؤلمني. I'll use the lift، أنا هستخدم الإيه؟ المصعد. يبقى أنا إيه؟ مش هقدر أطلع إيه على السلالم يعني للطابق العلوي. هتبقى الإجابة upstairs، كده هستخدم الايه؟ الاسانسير. 2. The synonym المرادف of open لكلمة ايه؟ open يعني يفتح. is to طبعا ايه؟ unlock معنى يفتح. 3. to turn، عشان نحاول الصفة اللي هي كلمة ايه؟ national بمعنى قومي. into أناون الى اسم. we add هنضيف لها طبعا ايه؟ ity تبقى nationality يعني جنسية. 4. to change the verb، عشان نحول الفعل comfort into an adjective، نحوله الى صفة. we add to suffix، يعني احنا هنضيف بقى ايه؟ لاحقة للكلمة ديت، يعني حروف تضاف لنهاية الكلمة دي، هنضيف لها ايه بقى عشان تبقى صفة؟ able. هتبقى الاجابة ايه؟ واحد غير معناها بقى وبقى معناها ايه؟ مريح. صفحة 54. 1. she likes to look at the، هي تحب أن تنظر إلى. نقط. after she wears، بعد ما ترتدي ملابسها هتنظر في إيه بقى؟ في المرآة. mirror. 2. we use، نحن نستخدم. نقط. to cover the floors، عشان نغطي الأرضيات، بنستخدم carpets سجاجيد. 3. we keep our clothes، يعني نحتفظ بملابسنا. in a فين؟ wardrobe، دولاب الإيه؟ دولاب الملابس. 4. you can put some of your clothes، يمكنك انك تضع بعض من ملابسك. in the chest of، chest يعني ايه بقى؟ chest of drawers، اللي هي خزانة ذات ادراج. 5. not are used on windows، تستخدم على النوافذ، على الشبابيك. to keep out the light، عشان تبعد الضوء، اللي هي الستائر curtains. 6. please turn on the، من فضلك شغل الايه؟ the. نقط. I want to read the story، يعني عايز اقرا القصة دي وانا في السرير بتاعي. يبقى شغل الايه؟ يعني اضيء الايه؟ المصباح. لام. صفحة 55. 7. there is a gray، يوجد ايه؟ رمادي. نقط. in my bedroom، في حجرة النوم بتاعتي. I sit on it، انا اجلس عليه. and read books، واقرأ الكتب. يجلس على ايه بقى؟ armchair، كرسي بمسند. 8. when they open the curtains، عندما يفتحوا الايه؟ الستائر. there is always lots of، يوجد ايه؟ دائما كثير من. not in the room، في الحجرة. افتحوا الستائر يبقى في كتير من الايه بقى؟ sunlight، ضوء الشمس. 9. الفيوم is a large city، هي مدينة كبيرة. with beautiful nature reserves، ويوجد ايه؟ محميات طبيعية مجاورة ليها، يعني يبقى نير باي، بالقرب منها. 10. there is a colorful carpet، يوجد ايه؟ سجادة ملونة. on the، تبقى السجادة على الايه؟ فلور الارضية. 11. we always talk online، دائما نتحدث عبر الانترنت. we have never met، عمرنا ما تقابلنا. he is my، يبقى اذا هو ايه بقى؟ صديق على النت. كيباو، صديق مراسلة على النت. 12. what's your، نقط. رد وقال. I am Egyptian، أنا مصري. يبقى nationality جنسيتك، ما جنسيتك. 13. a نقط is something that gives light، شيء يعطي إيه؟ الضوء. المصباح. lamp. 14. you can wash your face، تستطيع أن تغسل وجهك. in the إيه؟ في الحوض، يبقى basin. 15. there is a breakfast، يوجد إيه؟ الإفطار. نقط. after the first lesson، بعد الدرس الأول. يوجد إيه؟ استراحة للإفطار، break. 16. I like to sleep with curtains، أنا بحب إيه؟ أنام وتكون الستاير إيه؟ نقط. the air is fresh، الهواء بيكون منعش، بتكون الستاير مفتوحة open.
صفحة 56، وديت محادثة لازم تقرأ كلها الأول عشان نعرف نحلها. حسين أند مروان أر توكن، بيتكلموا عن إيه؟ بين فريندز، أصدقاء المراسلة. مروان بيقول وات أر يو دوينج حسين، بتعمل إيه يا حسين؟ فهنا من الكلام إن هو إيه بيرسل إيه رسالة، إيميل يعني، هنقول I am sending an email. فقال له who are you sending an email to، بتبعت الايميل ده لمين؟ برضك من الايه، من المحادثه هنا اللي هو بين فريند، صديق مراسله. هيقول له I am sending، انا ارسل it، عايد على الايميل ديت، to my بين فريند، لصديق المراسله ايه خاص بيا يعني. مروان ساله سؤال فقال له مارك از ماي بين فريند، ومارك ده هو صديق المراسله، صديقي في المراسله. هيقول له من للعاقل هو، هنشيل بقى مارك ونكمل بقى هو از، ونحول ماي ديت الى يور، هو از يور بين فريند. مروان ساله سؤال في 4، رده قال له هي از فروم كندا، هو من كندا. يبقى هيقول له هو منين، من اي بلد، اين، يبقى وير، نستخدم از كفعل مساعد ونكمل بقى جملتنا وير از هي فروم، طبعا بنحذف ايه كندا اللي بنسال عليها دي. مروان ساله قال Do you think، هل تعتقد it's good، ان ده شيء جيد، to have been friends، يكون عندنا اصدقاء مراسلة؟ طبعا هتبقى ايه، yes I think so، نعم اعتقد ذلك، او اي اجابة تانية مناسبة. صفحة 57، اول سؤال ده listening استماع. شوف السؤال اللي بعد سؤال القطع، هنقول معناها كده وفكرتها بسرعة. واحد يقول ان اسمه هيثم، يقول ده منزلي، منزلي ايه كبير، في ايه طابقين، دورين يعني، دور ارضي ودور اول علوي، في كمان ايه في المنزل ده، في صندرة وبدروم. في الدور اللي هو الارضي يوجد صالة ومطبخ وحجرة ايه معيشة وحجرة طعام كبيرة وحمام. في الطابق الاول اللي هو العلوي ده يوجد 3 حجرات نوم وحمام، وفي ايه طرقة كبيرة. حجرة النوم بتاعتي تكون ما بين ايه، ما بين حجرة نوم والدي والحمام، حجرة نوم اختي ايه امام حجرتي. بيقول هنا انا بحب ايه اوضة النوم بتاعتي، ولكن انا بحب الصندرة ايضا. ليه بقى في الصندرة ديت؟ بحتفظ بالايه بالكتب بتاعتي وايه اللعب بتاعتي القديمة، بحب اقضي وقتي إيه هناك في الصندرة ديت، لانها ايه كبيرة، ويوجد كمان فيها ايه أريكة، كنبة كبيرة، حيث هناك احيانا ايه اخذ ايه قيلولة ينام شوية يعني. بعد كده بيقول هنا ايه في البدرون احنا بنحتفظ بغسالة الايه الملابس وماكينة التجفيف، وايضا ايه اشياء قديمة تانية. في خلف الايه المنزل او مؤخرة المنزل يوجد ايه ايضا إيه جراج، حيث والدي يركنوا ايه سيارتهم، وفي حديقة جميلة وزهور، وفي ايه كمان مرجحتين يعني، وحمام ايه سباحة، وهكذا. بيقول بيحب منزله لانه مريح. خلصت القطعة كده، نقرأ كويس تاني وبعدين ايه نحل. 1 هتبقى سي، 2 هتبقى بي، 3 هتبقى سي. صفحة 58، بقيت اسئلة القطعة. السؤال رقم 4 بيقول لي هنا What's the best title، ما افضل عنوان للقطعة ديت. مثلا هنقول ده هيثم ذا هاوس، منزل ايه هيثم، او اي اجابة تانية مناسبة للمعنى. 5 why do you think، لماذا تعتقد هيثم likes the attic، يحب الصندرة. اجابة الخامس التلات سطور دولت، بس لازم تحول الايه، تحول الضمائر يعني اي ديت هتبقى هي عشان تبقى عايدة على هيثم، وعشان كده هتزود الفعل اس هيبقى keeps، وماي ديت هتبقى his. وعايز تختصر الايه الجمل ديت في جمله واحده ماشي برضك، لان الاجابه بيقول لك ماذا انت تعتقد، يبقى بتقول رايك يعني. السؤال السادس What does the underline pronoun، يعني الضمير اللي هو تحت خط ده it عايد على مين؟ عايد على هيثمز هاوس، منزل هيثم. it اللي في القطعه هي ديت، دي المقصود، عايد على منزل ايه، منزل هيثم. السؤال اللي بعده اختياري رقم 1، she gets up، هي ايه تنهض، تستيقظ، and not breakfast، وتتناول الافطار. هنا gets ده مضارع بسيط واخره اس، يبقى نختاره برضك معاه ايه has
عشان شي بتاخد هاز في المضارع البسيط، هنا معناه يتناول تتناول. اتنين، there is a lamp، يوجد مصباح، نقط، to the desk يعني بجانب بجوار الايه المكتب، هنا اللي بتاخد to next، next to. تلاتة، this bag، هذه الشنطة، is mine، بتاعتي، ملكي، ات نقط، to me، يبقى تنتمي لي، تخصني، يبقى belongs. أربعة، I not a room with my sister، حجرة مع أختي، there are two beds، فيها سريرين الحجرة دي، يبقى إيه؟ أتشارك الحجرة دي مع أختي، share، تقسمه في الأوضة يعني. خمسة، people put، الناس تضع، نقط، on the windows، على إيه؟ النوافذ، الشبابيك، to keep out the light، عشان تبعد الضوء، تضع إيه؟ curtains، ستائر. ستة، you can see yourself، ممكن تشوف نفسك، لسه قايلينها، in the mirror، في المراية. سبعة، most countries، معظم البلدان، are interested in، مهتمية بإيه؟ to keep and protect، عشان تحمي animals، الحيوانات، تكون مهتمية بالإيه بقى؟ nature reserves، اللي هي المحميات الطبيعية. تمانية، the color of the curtains، لون الستاير، نقط، the carpets، السجاجيد، يعني بيتماشى مع، ينسجم مع، هتبقى matches، لون كده لايق على بعض. تسعة، it's a good ايه، نقط، طبعا دي سهلة بقى، good idea، فكرة جيدة، to do some exercises، تعمل بعض التمرينات في الصباح. السؤال اللي بعده ايه؟ الاجابة جاهزة، بس نفهم سبب الاجابات، نحل الاول عشان نستفيد. فهنا رقم واحد، جو، هتبقى جوز، مضارع بسيط، عشان هنا ايه؟ في اوفن تدل على المضارع الايه البسيط، وعالي كمان نزود للفعل اس. اتنين، طبعا ايه؟ always بتيجي قبل ايه؟ gets up، يبقى الاجابة always gets up. تلاتة، في هنا has، يبقى لازم get دي تبقى ايه؟ تبقى got. اربعة، فور، يجي بعدها الفعل في اي ان جي، يبقى بي، هتبقى بينج. صفحة 60، ودي الصفحة دي موجودة عندنا في الكتاب بالعرض، فهنختصرها بسرعة بقى عشان ايه ديت يعني بسيطة. المحادثة هنا امال تتكلم مع، تتكلم عن روتينها اليومي، فبتكلم منى، منى بتقول do you have a daily routine، امال تقول طبعا هنا ايه yes I do، لان من الواضح تحت ان عندها ايه روتين يومي. سألت سؤال، قالت لها I get up، أنا بستيقظ الساعة 7 in the morning، في الصباح، يبقى متى؟ متى يبقى when. وبعدين عندي هنا get up مضارع بسيط، نجيب فعل مساعد do، نحول I إلى you، when do you get up. السؤال اللي بعد، منى قالت do you، هل أنت بتجهزي إفطارك يعني؟ هتقول لها إيه؟ مش هينفع نقول yes هنا عشان إيه في الجملة اللي تحت، تقول مامتها اللي بتجهز لها، هتقول إيه؟ no I don't. السؤال اللي بعده هتقول بقى who makes it for you، مين اللي ايه بيجهز لك الافطار، تحول me دي الى you. في الاخر بقى how do you go to school، كيف تذهب للمدرسة، اي اجابة مناسبة بقى، by bus، اي حاجة. وديت صفحة 63 بردك من الصفحات اللي هي بالعرض ديت، نجهزها الاول بقى قبل ما نشوف الفيديو. ودي الاجابات ايه بتاعتها، اسئلة متكررة يعني، ده دي الاختياري، دي اجابته. طيب في الجزء الثاني برضك من نفس الصفحة الاختياري، وبعدين ده ايه، ادي تصحيح ليه الكلمات ديت. نجهز الاول ليه الاسئلة، حل الاول وبعدين ايه نشوف الاجابات هنا ايه، نتأكد منها، دي عملناها عشان الناس اللي ايه عايزة تعرف اجابتها. صفحة 64، وده التست اللي على الوحدة الاولى، اول سؤال listening، استماع. عندنا هنا ايه المحادثة، جانا is describing her house، جانا بتوصف ايه منزلها لصديقتها جودي. جودي بتقول do you live in a flat، هل بتعيش في شقة، or a house، او منزل. طبعا هنا في راس المحادثة قال لي ايه، منزل، house، تمام، وبقية المحادثة برضك بتدل على كده، يبقى هنقول الاجابة I live in a house، اعيش في منزل. جودي سألت سؤال، ردت قالت we have got، عندنا 3 rooms، 3 حجرات، a bathroom، وحمام، وكمان ايه مطبخ، ف
في المنزل ده، بتقول لها كم عدد الحجرات، how many rooms have you got، او اي اجابه تانيه مناسبه لمعنى الايه المحادثه. جودي قالت have you got a special bedroom، يعني عندك حجره ايه خاصه بيك، حجره نوم خاصه بيك في منزلك. من بيت المحادثه هي ايه في حجره مع اختها، تشارك حجره مع اختها، هنقول هنا ايه no I haven't، ما ينفعش نقول yes هنا. أربعة، جودي سألت سؤال فقالت لها I share it with my sister، أنا أشارك الحجرة دي مع أختي، يبقى مين اللي بتشاركك فيها؟ من للعاقل هو. وبعدين هنا بنسأل على المفعول اللي هي my sister دي، يبقى هنا هنجيب فعل مساعد، لازم نجيب منها فعل مساعد do، عشان إيه share مضارع بسيط I تحول إلى you، يبقى هو do you share it with. آخر سؤال في المحادثة، جودي قالت are there curtains، هل في ستاير في حجرتك؟ طبعا تقول هنا ايه yes there are، ممكن تقول no عشان هنا ايه مش محدد الإجابة. السؤال اللي بعده قطعة، قطعة بسيطة وسهلة بقى ايه نقراها احنا كده ايه ونفهمها، يعني مثلا دي كلمة شاور، دي يعني ايه دش، بتاخد دش عادة قبل ما تلبس ايه ملابسها، كلها كلمات سهلة. far يعني بعيد، arrive يصل، بيل الجرس يرن. نرى كويس ونفهمها. صفحة 65 بقية القطعة، دي معناها فسحة استراحة، ودي ملعب. نتعود نقرا احنا بقى ايه القطعة عشان ايه نتعود من اول السنة كده. الأسئلة بتاعتنا، واحد هتبقى ايه، بيقول هنا ايه ندى's house، منزل ندى is not far، مش بعيد عن الايه المدرسة، معنى كده انه ايه مش بعيد يعني قريب، يبقى الاجابة near. اتنين تبقى سي. تلاتة them عايد على ايه هتبقى سي. اربعة هنا بيقول give a suitable title، اعطي عنوان مناسب للقطعة، مثلا ممكن نقول ندى's daily routine، روتينها اليومي. خمسة What does ندى do at break؟ بتعمل ايه ندى في الفسحة؟ ادي الإجابة هنا السطر ده وبقيته لحد هنا. بس احنا بقى ايه طبعا لازم نحاول الضمائر برضك زي ما اتفقنا، اي دي عايدة على ندى هتبقى شي، هاف هتخليها هاز بقى عشان ايه تمشي مع شي، وهكذا. ماي هتبقى ايه عايدة على ندى برضك تبقى هير، كمل عادي، واي برضك تبقى شي، وبلاي هتبقى بلايز، هي دي الإجابة. لازم نحاول الضمائر زي ما إيه علمناكم بقى. السؤال اللي بعده ستة، What do you think of ندى؟ ما رأيك في ندى؟ Why؟ لماذا؟ أي إجابة بقى مناسبة. ممكن نقول She is helpful، هي متعاونة، وقول لماذا؟ Because، لأن، عشان هي إيه طبعا بتساعد مامتها. She، أي دي هتبقى she، She likes to help her mom make lunch، تساعد مامتها انها تجهز الغداء. في اجابة تانية ممكن نقولهم I think she is friendly، اعتقد ان هي ايه ودودة كده بتحب صديقتها، because she talks to her friends، تتحدث لصديقتها، and plays with them، وبتلعب معاهم. السؤال الاختياري رقم واحد، this نقط helps me، يساعدني to read in bed، انه نقرأ في السرير at night ليلا، لام بمصباح. اتنين سمير وبعدين نقط بليس فوتبول، بيلعب كرة في الشارع، يبقى نيفر ابدا، عمره ما بيلعب كرة في الشارع. ما اخترناش دازنت هنا ليه؟ عشان الفعل اخره هنا ايه اس، لو كان في دازنت يبقى الصح كان ايه ما يبقاش في اس. تلاتة doing the same thing، يعني عمل نفس الشيء every day كل يوم، بيسمى طبعا daily ايه روتين يومي. اربعة الإجابة فيها إيه؟ هاز، يبقى السؤال كان بادئ بإيه؟ بهاز. صفحة 66، خمسة there is a brown، يوجد إيه بني، not on the floor، على الأرضية، كاربت سجادة. إيه ستة where does شاهانة، ده اسم إيه؟ اسم على اسم ممثلة هندية، أين شاهانة نقط تعيش، يبقى الإجابة إيه ليف. السؤال هنا في does، تمام؟ فعل مساعد، ما رجع الفعل لمصدره عشان كده اخترنا ليف.
7 I washed my face in the، أنا غسلت وجهي فين بعد ما استيقظت بقى، بعد ما إيه نهضت من الفراش، بيسن الحوض. 8 criminals المجرمون must be sent to، يجب إن هم إيه يوضعوا فين، يبقى prison سجن، يودوهم السجن. 9 my friend is sending me a، صديقي يرسل لي ايه، مسج رسالة على التليفون، رسالة نصية تكست. 10 كلمة attractive يعني جذاب، means تعني، يبقى beautiful جميل. السؤال اللي بعده نفهم سبب الإجابات. 1 هنا في ايه rains، هتبقى ايه نحذف الاس دي عشان نفينا ب doesn't، نرجع الفعل لمصدره وتبقى rain. 2 have get بقى تبقى معاها ايه got، ليها تصريف تالت. 3 أليكس، وهنا في الآخر في إيفري داي دول على المضارع الإيه البسيط، يبقى نضيف للفعل إس عشان أليكس ده إيه مفرد غائب، ووكس، يبقى الإجابة ووكس. شهانة، طيب عايزين ننفو بقى إيه نوت ليف، الصح بتاعها هنا فيها إيه دازنت ليف، دازنت طبعا إيه عشان شهانة دي مفرد غائب. صفحة 67، ودي الصفحة دي خاصة بالأزهر الشريف. إجابة الأولانية How often do you play tennis؟ كم مرة أنت تلعب تنس؟ كم عدد المرات؟ ممكن أجاوب بإيه sometimes، ظروف التكرار، أو مثلا أقول ممكن أقول إيه once a week، مرة في الأسبوع twice، يبقى الإجابة I sometimes play tennis. 2 هتبقى الإجابة How many cousins؟ كم عدد أولاد عمك؟ Have you got؟ السؤال اللي بعده ده اختياري، كله بقى إيه حلناه قبل كده. أدي الإجابات، حل الأول بعدين إيه تشوف إحنا إيه صح ولا خطأ. هوز طبعا إيه هوز بمعنى ملك من. بروفايلز اللي هي إيه ملفات شخصية. صفحة 68، ودي الصفحة طبعا اللي هي إيه بالعرض دي، ودي إجابتها، نحلها الأول وبعدين إيه نشوف إحنا صح ولا خطأ. أدي إيه 68، وادي ايه الناحية التانية برضك من نفس الصفحة، الصفحة اللي بالعرض دي. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.